أول مرة مصرف لبنان بيوضح قديش عنده سيولة فعلية بالعملات الأجنبية، لأنه الفرق بين الموجودات اللي عنده وبين المدفوعات التزاماته هو السيولة الصافية بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان. وبتمنى أنه هالتفاصيل وهالأرقام تنحط دوريا بالميزانية اللي بينشرها مصرف لبنان عن موجوداته بالعملات الأجنبية وعن ميزانيته كل أسبوعين، وبيعكس إمكانيات الفعلية لمصرف لبنان بالعملات الأجنبية. هيدي أهم نقطة، تراجعت قيمة هالسندات اليوروبونز بشكل كبير، واليوم القيمة الحقيقية لخمس مليارات دولار حملها مصرف لبنان من سندات اليوروبونز هي 385 مليون دولار، فهذا كمان نقطة إضافية لدقة حجم السيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، وهذا بفرجي أنه في حاجة ملحة لإعادة تدفق رؤوس الأموال إلى لبنان. هالمستوى السيولة بالعملات الأجنبية يجب أن يكون حافز للحكومة أن ما تطلب أي استخدام لأي جزء من هذه السيولة بالعملات الأجنبية.